ده احنا عايزين ندخل بالتورتايه ونقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. لا ما هو يلا يا عم محسن. ما احنا قلنا انه علشان احترام الثقافات. نعم. ده حاجه تسعدني للغايه. طيب يعني ما احنا ثقافتنا بقى بنهدي النهارده او كان امبارح 6 جماده. لا 7. 7 جماده. اه 7. 7 جماده عيد طيب. ميلاد او يوم ميلاد فضيله الدكتور علي جمعه اللي هو بيحب يحتفل بيه الشهر العربي. فاحنا بنحتفل مع فضيلة الدكتور. هو على كل حال كده بلغنا 70. ده بالعربي. بالعربي. ايوه بالميلادي 68. بالانجليزي معرفش بقى. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة. بدوام الصحة يا رب والعافية والعمر المديد. وحضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلك كده ذخر ومنفعة. على كل حال شكرا لكم. كل سنة وحضرتك طيب. حاجة بسيطة مننا يعني. كل سنة وحضرتك طيب يا سيدي. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لك. كل عام وحضرتك بخير وبصحة وعافية وسلامة. الله يخليك. ودي حاجة بسيطة حبينا نعبر بيها عن شكرا. حب أسرة البرنامج كلها لفضيلة العالم الجليل مولانا نور الدين العلامة دكتور علي جمعة. كل سنة وانتم طيبين. كل عام وحضرتك بخير. وانتم بالصحة والسلامة. الله يسلم حضرتك وعيد سعيد ويا رب ينعاد على سيادتك والأسرة الكريمة كل شيء. الله يخليك ويبارك وعلى محبين ومريدين حضرتك. وطبعا الأغنية دي من فرقة نور النبي عبد الله بكير حبيبنا. هو الاغنيه دي حتى كانت نازله والنهارده استعرناها بمجموعه من الصور الخاصه بمراحل كثيره من حياه الدكتور علي جمعه. وحد حضرتك شفت الصور قبل الهوا واحنا للاسف نزلت ما فهمتش القضيه. نشوفها تاني. نشوف الصور جميله اهي. الصور تاني اهي. النظره لا تنسانا سيدي علي يا مولانا. النظره لا تنسانا نورك نور دنيانا. الله عشيك. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير. بخير. وهي دي طبعا مفاجأة ولكن ندخلها في الثقافة. جميل جميل. شكرا. تهاد وتحبوا واحنا بنحب حضرتك. يعني. الله يخليك. بارك الله فيكم. شكرا لكم. عفوا يا سيدنا. بارك الله فيكم وبنشكر حضراتكم على طيب المتابعة ونشوفكم ان شاء الله دايما بكل خير. الى اللقاء. ابو عبادة يا مولانا من نظرة لا تنسانا. ابو عبادة يا مولانا من نظرة لا تنسانا. يا مجمعنا يا مولانا من نظرة لا تنسانا. يا منفحنا يا مولانا من نظرة لا تنسانا. يا سيدي ومولانا من نظرة لا تنسانا. سيدي عالي يا مولانا من نظرة لا تنسانا. نورك نور دنيانا شيخ الصديقية. أنتم أسياد الحضرة أقدام الصوفية.